نرجو بأن الأحوال التي يكون للمرأة المطلقة السكنى والنفقة أو السكن وحده أو النفقة وحدها، وهل نفقة المتوفي عنها زوجها واجبة وكذلك سكناها؟ النفقة تكون مطلقة رضعية، مطلقة واحدة أو اثنتين. أما إذا كانت مطلقة آخر الثلاث وقت الأخيرة آخر الثلاث فلا تنفق لها ولا تسمى بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا توفى عنها بائنة ليس لها نفقة في مال الزوج، لأن مال الزوج طلوع، وإنما نفقتها في ماله لنصيبها من العلم. وهكذا المخلوعة التي طلقها على مال هذه بائنة ليس لها نفقة لأنها غير رجعية، إنما النفقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة إذا كان لزوجها رجوع إليها، أما إذا كان لا رجوع له فلا نفقة عليه. أما العدة فلا بد من العدة. نعم. بعد العدة لا نفقة لها عند جميع العلماء. بعد إخراج الخروج من العدة لا نفقة لها عند جميع أهل العلم. وأما من يوجد مقابلة في النفقة فيهن هذه طائفة كافرة، ثوات كافرة. لا يستغرب من ما يقع منها. من الطالب بوجود النفقة على المرأة المطلقة ولو بعد العدة إلى أن تموت أو إلى أن تزوج هذا قول باطل لا أساس له. وهو خلاف جميع أهل العلم.